نرهان عوادة من القدس من المخيم قلندية بالتحديد. كنت أسيرة محكومة 13 سنة ونص، بعدين بعد الاستئناف صار حكم 10 سنوات، والحمد لله ما خلصت العشر سنوات، انتهيت بثمان سنوات وتحررت بالصفقة. تاريخ الاعتقال 23/11/2015، كنت أنا وبنت عمتي هديل تم اعتقالنا أو إطلاق النار علينا. هديل استشهدت بالمحل وأنا ظلت مصابة جريحة، تم نقلي للمستشفى، وبعدين بعد المستشفى بلشت مشوار الاعتقال. بلشت بعدة سجون، بلشت بالمسكوبية بسجن الرملة، بعدين بهشرون، بعدين بالدمون، والحمد لله يوم الحرية. صراحة ما كنت متخيلة أنه يكون أخذ هالكاد حكم عالي، وبعدين حتى لما حكمت 13 سنة ونص كنت متأكدة، أول إشي الأمل دائما برب العالمين، بس كنت متأكدة من أول ما حكمت أني أنا مش راح أخلص حكمي، وأنه خلص من أول ما حبس وأنا بسمع في صفقة، خاصة من اللي صار بال 2014 لما انخطفوا جنود، وأنا بسمع بالصفقة من أنا من برا يعني. فمن حد من حكمت كنت متأكدة أن أنا مش راح أخلص حكمي، حتى لو كان 13 سنة، حتى لما صار 10 سنين، فسبحان الله حتى لما وصل لل 8 سنين ضل عندي أمل أن أنا راح أتحرر بصفقة، والحمد لله صار هذا اليوم. المرحلة الأولى كانت في السجن هي كانت الأصعب، واللي وقف معي بهذيك الفترة لأنه كان وضعي كثير صعب، وضعي كثير صعب، فمش راح أنسى وقفة لينا الجربوني. وأنا للفخر طبعاً أني لحقتها وتعرفت عليها، منى قعدان، ياسمين شعبان، أمل طقاطقة، أسيرات كانوا معي من بداية الاعتقال زي مالك سلمان، شروق دويات، ضلوا معي لحد يوم حريتي هذول الناس، وفي منهم تحرروا، ساعدوني كثير لأني كنت جريحة، كنت كان عمري 16 بس، داروا بالهم علي كثير، تعليم، نظام، فهموني شو هو السجن، شو هو الأسر، يعني مش راح أنساهم بالمرة. ولأنا وصلت حتى لآخر يوم إلي في السجن كان الفضل كلياته برجع إلهم، وخالد جرار، يعني كثير في شخصيات أثرت في، مش راح أنساهم أكيد أكيد. أنا طول فترة الحرب كنت أسمع بس عن الأحداث من البنات الأسرات الجداد، لما كان عنا راديو كنا نسمع إيش اللي كان بصير، بس عمري ما تخيلت حجم الدمار، وأنا لحد الآن فعليا بالحقيقة لسه ما شفت الدمار والأشياء اللي حكوا عنه البنات، بس مجرد التخيل وسماع الأصوات الأطفال والدمار والشهداء، في كل يوم 400 شهيد، اليوم في 500 شهيد، اليوم في هالكاد مفقودين، في هالكاد تحت الأنقاض، في هالكاد جرحى، فكان الإشي كثير صعب. فقلوبنا ودعائنا دائما لأهل غزة، ربنا دائما ينصرهم زي دائما، كان النصر حليفهم دائما بالمعارك الأولى، وإن شاء الله بهاي المعركة الطوفان الأقصى كمان النصر يكون حليفهم للمقاومة بكل الفصائل، لكل الأطفال، لكل النساء، للكل أهل غزة، ربنا ينصرهم، وقلوبنا دائما معاكم ودعائنا إلكم. أنا تعلمت في السجن، حابب أكمل طبعا تعليمي، حابب أقضي وقت كثير مع أهلي، حاسة أخواتي كانوا كثير صغار لما أنا سجنت، أختي كانت سنتين هسا صف رابع، فحابب أقضي وقت كثير مع الأهل مع العيلة، أتعرف على العالم برا، في كثير شغلات تغيرت في 8 سنين، في مشاريع حابب أسويها، وإن شاء الله في وقت إن شاء الله، ومشاريع كثير كليتها، بس كنت بستنى الحرية وهيها أجت أني أحققها إن شاء الله.